لقاء مع الفنانة حنان مطوع وهي بتتكلم عن أعمالها في عام 2018، وأيضا اتكلمت عن تجهيزها لفيلمين جداد ومقابل الكسر ويوم مصري. تعالوا مع بعض نشوف قالت ايه. أنا اللي مبسوطة إن أنا معاكم، ودايما بتفائل إن أنا بقى مع كل القنوات المتخصصة. وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب 2019 تسعد قلوبكم وكل اللي عنده حلم يحققه يا رب إن شاء الله. احساس جميل جدا انه دي تاني سنه على التوالي في دير جاست، ومبسوطه كمان علشانهم انهم بقالهم 15 سنه في نجاح وشياكه وتالق، وعقبال السنه الـ50 يا رب. جائزه الجمهور دي بتبقى على راس الواحد، يعني الواحد بيمثل وبيتعب وبيجتهد علشان الناس يعني اولا واخيرا يعني، فلما الناس تقيمك وتدعمك وتدفعك لقدام ده طبطب على القلب. لا ما عنديش حاجة أقرب لقلبي، لأن أي عمل بعمله بعمله بكل خلاياي، فما بيبقاش في حاجة قريبة. فيلمين، فيلم قابل للكسر ده إن شاء الله بكرة آخر يوم ليا في التصوير فيه، ده إخراج وتأليف أحمد رشوان، وفي فيلم تاني بطولتي ومعايا حنان يوسف ورانيا شاهين. عندي فيلم تاني اسمه يوم مصري، ده مع درة وأحمد الفيشاوي وخالد النبوي، وإخراج أيمن مكرم وتأليف دكتور يحيى فكري.